يا احمد ولا مؤاخذه بيه، معلش ولا مؤاخذه فيها تقاله مني، معلش أيه. الواد ابني طلع يطلع لبن في الدور الاولاني هنا وبقاله يجي نص ساعه حضرتك ما رجعش. أيه. فانا قلقان بس عايز ابص عليه دقيقه واحده جنب العجله بس سريع. طلع البواب وقفله جنب العجله. ما هو البواب حضرتك مش موجود. وانا مال انا؟ يعني انت مالك؟ بس انا رغبت على لبن واقول له الكلام دوت، انا مال انا؟ ده لبن نص ميه. طب وانا مال انا؟ اخويا لسه جاي من شويه. اللي انت انا مالي ولا اخوك انا؟ اللبن نص ميه يا جدعان مالكوا؟ بس انا رغبت على اللبن. طب وانا مالي؟ تعالى كده يا اخ، تعالى هيكذبوا. تعالى 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 معلش. وانا مالي الكلام دوت؟ انا ماليش دعوه. ثانيه واحده، ثانيه واحده حضرتك معلش، احب اعرفك بنفسي. اتفضل. انا الشندويلي حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. في ايه حضرتك؟ الناس جايه ترجع مني اللبن، انا مالي انا؟ ترجع منك ازاي؟ انت بتقول لي خد رجع اللبن دوت، انا مالي؟ طب حلوهم ما دام مش راضيين عنه، في ايه؟ وترجعه لي ليه؟ انا مالي انا؟ شوف حضرتك اللبن. وريني حضرتك، في ايه ماله؟ ميه خالص. يا راجل ده ما بيعلمش في الصباع يا راجل. طب وانا مالي انا؟ انا سوري بيزي، زائد ان انا باخد حبوب مهدئه حضرتك. دي طب انا مالي انا؟ انا مالي الكلام دوت؟ مش مستحمله حضرتك، انا ساكن هنا. لا لا زعيق 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 نزلت. في ايه حضرتك؟ يا سيدي انا ماشي في الشارع. ايوه احكي لي حضرتك. وانا ماشي واحد ايه قال لي خلي بالك من العجله ديت. ده واحد. ايوه واحد بتاع لبن. بتاع ايه؟ بتاع اللبن. قال لي قال لي صاحب العجله ديت قال لي خلي بالك من العجله ديت. ايوه قلت له لو سمحت انا مش فاضي. أيوة. عشان ورايا مشوار. أيوة. قال لي معلش يا استاذ عشان اسرق مني ثلاث عجلات قبل كده. ايه يا فندم؟ اسرق مني ثلاث عجلات. اتسرق ايه؟ ثلاث عجلات. كان بيمشي زي دول كده زي دول. يعني كان بيمشي بثلاث عجلات حضرتك؟ يعني ثلاث عجلات. ثلاث عجلات. تعقل حضرتك ان واحد ماشي بثلاث عجلات في الشارع؟ انا مال انا؟ تعقلها. لا مش ماشي ثلاث عجلات. امال ثلاث عجلات زي دول اتسرقوا منه. اتسرقوا. ايوه اتسرقوا منه. وضح حضرتك. اتسرقوا منه. أيوة. فقال لي انا معي سلسله. معاك ايه يا فندم؟ سلسله. ايه الثاني؟ سلسله تتربط بيها العجله كده بقفل كده اهو. سلسله. ايوه سلسله. ايوه سلسله. سلسله. قال لي معي سلسله لو سمحت انا هطلع اشوف ابني فوق وهنزل على طول. واقف مستني لما ينزل يشوف العجله بتاعته. انا مالي انا؟ لا سوري مش قصدي حاجه حضرتك، انا معلش انا ماشي في الشارع. اه. واحد بتاع اللبن قال لي لو سمحت خلي بالك من العجله عشان. بالراحه بقى حضرتك. واحد ايه؟ بتاع اللبن قال لي خلي بالك من العجله. قال لك خلي عشان خاطر في ثلاث عجلات اتسرقوا منه قبل كده. الثلاث عجلات ده مش ذنبنا بقى، مش شغلنا، مالناش دعوه بالكلام ده خالص. انت اتسرقوا دول حضرتك؟ ايوه. حضرتك لقيت عجله منهم او حاجه؟ انا مش حكيت لك الموضوع اخر مره واثنين وعشرة وعشرين. حضرتك بتنط بتقول لي الراجل معاه ثلاث عجلات. ما انت لو تسمعني لغايه الاخر مش هنط في الكلام. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك. ماشي في الشارع. انت حضرتك اللي ماشي. ايوه انا اللي ماشي في الشارع. انت اللي ماشي. تمام. ايوه. الراجل بتاع اللبن قال لو سمحت خلي بالك من العجله. ده هو بتاع اللبن. ايوه بتاع اللبن. شوف عشان تعرف ان انا متابع معاك. تمام. لان انا دلوقتي مركز معاك. اوكي. اتفضل. قال لي خلي بالك من العجله. اتفضل حضرتك. عشان في ثلاث عجلات سرقوا مني قبل كده. غير الثلاث عجلات الاولانيين، ما هو انا مركز معاك. ما هم يا بيع ايه يا بيع. هم يعني الراجل ده اتسرق منه ثلاث عجلات. تمام. اولانيين. ايوه هم ثلاث عجلات اولانيين، الاخرين مالناش دعوه. هم في ثلاث عجلات سرقوا منه قبل كده. يعني كلهم على بعض ثلاث عجلات اتسرقوا. عليك نور. ثلاث عجلات قبل كده سرقوا مني. ليه اتسرقوا؟ مالناش عرفني، ما تسيبني اساله بقى. طب اوكي. قال لي معي السلسله. انا مركز حد. ايوه معاه ايه؟ معايا السلسله يربط بيها العجله. معهوش. عشان ممكن حد يسرقها. سوري. مش ممكن لو سمحت حرامي كده يجي ياخد عجله ويمشي. صح انا مش صح. معهوش ايه حضرتك؟ سلسله. سلسله. ايوه سلسله. سلسله بيربط بيها العجله. يا بيه سلسله.